أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم، ونعتذر عن هذا التأخير بسبب زحمة السير التي أخرت وصول ضيفنا إلى الاستوديو. لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، على أن تعقد الجلسة رقم 18 غدا، وقد لا تكون الأخيرة في السراي بعدما كثر الطباخون، ما أثار القلق من أن تفسد طبخة الموازنة، وهو ما أثار استياء الرئيس سعد الحريري الذي أمهل الوزراء 48 ساعة لتقديم اقتراحاتهم والعودة بها إلى مجلس الوزراء. وفيما الأنظار الداخلية متجهة إلى الموازنة، فإن أعين العالم تتابع الأحداث المتسارعة في المنطقة وتفاقم التوتر الأمريكي الإيراني، خصوصا بعدما دفع الفريقان بقطع بحرية إلى المنطقة. الموازنة موقف حزب الكتائب من بنودها وتطورات المنطقة، نسأل عنها ضيفنا الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار. أهلا فيك. مثل ما حكيت بالمقدمة، كثر الطباخين على ما يبدو في مجلس الوزراء، وصار في خوف من أنه شو بيصير بالطبخة، بيصير بتشوش الطبخة. ليه صار هيك؟ يعني كانت ماشي الامور يعني كما يجب، 16 17 جلسه، بكره يعني كمان في جلسه اخرى، ليه وصلنا لهون؟ ليه يعني عند خواتيم الامور بصير في يعني هيك هالجدل او هالاقتراحات، بصير في اقتراح من هون اقتراح من هون، ليه برايك استاذ نزار؟ لانه بعتقد المنطلق خطا. يعني المنطلق يلي ماشيين فيه كلهم هو انه يقطعوا الموازنه، مش انه يعالجوا المشاكل. وتقطيع الموازنة طبعا لما كل واحد بده يقطع، بده مجبور يقطع شيء من، خلينا نسميها من الحصص اللي هو متمتع فيها، او من المزايا اللي عنده اياها ضمن وزارته، وبالتالي بتشوش الطبخ. للاسف ما عم نتعرض لعمق المشكلة، بعدنا عم نعالج القشور، عم نجرب بمعالجة القشور انه ننزل نسبة العجز تحت رقم معين حتى نبين انه نحن شاطرين ونحن منيح تجاه صدر، لحتى نقدر نرجع نطلق موضوع ونستفيد نستفيد. نعم. بس هلا السؤال هو التوجه شيء، النية شيء، وبكره الفعل رح يكون غير شيء. ليه؟ طالما انها موازنة وفي ارقام وبنود واضحة، ومفروض يعني انه تقارن هلا لحتى نشوف قديش هالارقام وقديش هالبنود واضحة وقديش هي عم بتعالج المشاكل بالعمق يلي اللي ملاحظينه نحن لليوم. ما في معالجه لموضوع الاداره وموضوع الموازنه بالعمق، في معالجه للقشور، وبالتالي في تاجيل للمشكل انه هلا خلينا نقطع هيدي المرحله لحتى ناخذ نقطه علامه حسن سلوك من المجتمع الدولي تنحرك موضوع المساعدات، وبعدين الله كريم. بس شو المشكل؟ مشكل بين مين ومين؟ يعني مشكل داخل الحكومة أو طبعا إنه؟ طبعا مشكل داخل الحكومة بين مختلف الفرقاء يلي هن متقسمين هالتركيبة الحكومية، ومتقسمين المراكز، ومتقسمين إذا في سميها المكاسب. هيدا المشكل بين هالاطراف. بس حتى يعني حتى هن وعم بيناقشوا موضوع الموازنه داخل مجلس الوزراء، هلا بالاول كانت الصوره وكانه تمام، يعني في اتفاق ويعني صوره جامعه لهم، هلا رجعنا الصوره بعدين، ما المشكله بتكون مش بالاول. ايه، ورجع كمان صار في يعني في تلويح كان بالاستقاله من البعض، رجع تاجل يعني هيدا الشيء مثل ما تفضلت وذكرت كرمال يعني انه نقطع هلا الموازنه وبعدين يعني ما هو يصير اللي بده يصير. ما هو هيك المشكلة، انه نحن كل مشاكلنا بالبلد عم نواجهها بهالاسلوب هيدا السطحي، يعني اللي فينا نقطعه منقطعه، اللي ما فينا نقطعه من اجله. هيدا هو الطرح اللي عم بيكون، بدل ما نجي نفوت بالعمق بتركيبة الدولة، نتأكد كيف بدنا نحصر النفقات، كيف بدنا نسيطر على موارد الدولة ونقدر نوقف التهرب الضريبي، التهرب الجمركي، كل هالتهربات هيدي، نرجع نعيد صياغة الدولة تكون حقيقة سيدة على نفسها بمواردها وبمصرفاتها. هيدا الشيء منه موجود حاليا، بس عم بقول لك عم جرب نعمل ديكور ومكياج لحتى نقطع تجاه المجتمع الدولي. مثل كل شيء بلبنان اخر 30 40 سنه للاسف،
عم نأجل تنشوف شو رح يصير بالمنطقة. دائما لبنان واللبنانيين على طول بحالة انتظار. بالضبط. على طول بحالة انتظار بالزبط. شو بده يصير برا، بس نحن على أساس أنه بدنا نهتم بشؤوننا، نأينا بأنفسنا عن كل شيء عم بيصير في الخارج، ومفروض أنه نركز على وضعنا الداخلي. هذا المتمنى وهذا مطلبنا نحن كحزب كتيب كمان، أنه حقيقة يكون في نقي، يكون في حياد للبنان بالنسبة لكل الصراعات الإقليمية والدولية، لأن نحن صحتنا هشة، صحتنا حساسة، صحتنا ما بتتحمل انه اليوم ندخل باي نوع من انواع الصراعات الاقليمية والدولية، خصوصا انه هلأ كمان يبدو انه يعني التوتر بالمنطقة على اشد، الصراع الامريكي الايراني بدنا نحكي عنه طبعا يعني بسياق الحلقة، انما يعني بموضوع الموازنة استاذ نزار، انما يعني وجدنا انه قدروا من خلال يعني اللي عم نسمعه وعم نتابعه انه يخفضوا العجز يعني تقريبا ل 7.5%، وهذا امر الورق. يعني رقم جيد على الورق، ممتاز. ليه ما رح يتطبق اذا كان كل يعني كل هالتعب حاطين نحن اليات المراقبه، او انه يمكن ما عاد في وقت، لانه هي مفروض موازنه 2019 مفروض الشهر المقبل نبلش باعداد موازنه 2020، يمكن تقصد الوقت حضرتك انه ضيق ما رح يقدر نقدر يعني نشوف انه والله هالموازنة طبقت على ارض الواقع. لا، هالموازنة مفروض انه كانت تكون تحضرت قبل اشهر، يعني مش انه اليوم هلا عم بصير مناقشتها بالمجلس الوزراء، بس كمان المناقشة غير انه عملية تحضير كان لازم تصير قبل اشهر، عملية المناقشة كان لازم تصير من اسابيع عديدة بالمجلس الوزراء، وهذا الشيء ما صار، وهذا الشيء اللي كنا عم نقوله انه هيدي الحكومة مفروض تجتمع مرتين وثلاثة بالاسبوع، كانوا اخذين راحتهم الشباب، بيجتمعوا مرة بالأسبوع وأنجا، وإذا في شي سفرة لبرا تؤجل الاجتماعات. نحن كنا عم نقول لا، إذا هيدي حكومة إلى العمل، إلى العمل لازم يجتمعوا ثلاث مرات يمكن أربع مرات بالأسبوع، لأنه موضوع الموازنة موضوع أساسي، ولكن موضوع الموازنة هي صحة البلد الاقتصادية وتجاه الرأي العام، وإذا في نوايا إصلاحية بتبين عبر الموازنة. نحن لليوم بعد ما شفنا أنه في هيدي النية، هي النية بس مثل ما تفضلتي وقلتي، في رقم لازم يبين هيك حلو تجاه الرأي العام الدولي، هيدا اللي عم بيجربوا انه يطالوه لاسترجاع الثقة، ولكن برجع بقول مثل ما صار قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب قلنا له انتبهوا، العجز ما رح يكون قد ما انتو عم بتقولوا، رح يكون مختلف. وانا هلأ عم بقول ونحن موقفنا هيدا هو، اذا رح يتم الالتزام برقم العجز عظيم، بس أنا خوفي وخوفنا جميعا أنه ما رح يتم الالتزام، ما رح فيهم يلتزموا بهذا الرقم. هذا الرقم هو للديكور، هو مرتجى، ولكن ليس الواقع. الواقع سوف يكون مختلف، وهذا هو الخطر، لأنه بعدنا ما عم نعالج المشاكل بعمقة. في موضوع تهرب ضرائبي، في موضوع تهرب يعني جمركي، متى معالجة بشكل صحيح مسألة يعني الهدر ومكافحة الفساد ومزاريب الهدر، يعني هدول نعم. اللي بتقصد انه ما تعالجوا ورحنا نعم. لأمور اخرى ما كتير يعني بأهمية هيدي نعم. عم نجرب انه نشوف من جيبة المواطن شو فينا نسحب منه اكتر، نسحب منه اوكي هلا بيقولوا العالم على نفس الارجيلة ومدري شو، بس انه يعني عم جرب نبش على موارد. ما تؤيد اول شيء انه يعني تزداد 1000 ليره على الارجل؟ طيب اي ليش لا، اوكي يعني كل شيء مثلا بس انه صارت منتشره بشكل مش عظيم طبيعي. عظيم يعني. ما نحن مش هيدا اللي عم نحكي فيه، بس عم نحكي بالمبدا انه عم نبش كيف بدنا نزيد المداخيل من جيبه المواطن، المواطن العادي، المواطن الفرد، المواطن اللي عم بشوف كيف بده يقدر يسكر اخر الشهر تبعه. هذا اللي عم نجرب نشوف كيف بدنا نسحب منه 1000 ليره او 5000 ليره او 10000 ليره زياده، وعندنا مليارات عم تهدر ان كان بالاداره، ان كان بسوء الاداره، ان كان بطرق المناقصات اللي عم بتصير او اللي ما عم بتصير، او ان كان بمواضيع العلاقه بالتهرب الضرائبي من قبل شركات كبيره، والتهرب الجمركي من قبل يمكن جامعات مغطين حالهم بعناوين اخرى. هولي بدل ما نشوف كيف هالاشياء هيدي اللي بدها تجيب عشرات المليارات للخزينه، هولي ما بنقرب عليهم، بس انه ال 500 ليره وال 1000 ليره مجابه المواطن كثير شاطرين. بس مثل ما صار ملاحظ لليوم انه ما في ماس لحديت هيدي اللحظه برواتب يعني الموظفين، انما صار يعني
مثل ما ذكرت انه من هون ومن هون يعني الضريبه كانه صار في مس يعني بالراتب. ايه بطريقه غير مباشره، لانه الطريقه المباشره بدها تولد نوع من ازمه وبتولد مظاهرات وبتولد احتجاجات. في طريقه غير مباشره بس بعدنا عم نتكل على المواطن الفرد وما عم نتكل على المزاريب الكبيره. هيدا هو اللي قصدي اقوله. نعم، بس اليوم الموازنه صارت استاذ نزار، يعني هل هي اليوم هي حاجه داخليه ام انه نحن اليوم عم نشتغل على هيدي الموازنه من اجل ارضاء الخارج ومن اجل يعني ان ننعم باموال ومشاريع مؤتمر ساتر؟ يعني صار كل همنا انه نحن الخارج عم بيشوفنا انما ما عاد الاهتمام وكانه هي يعني قضيه داخليه اساسيه. ستنا اليوم الخارج مهم لانه الخارج هو مؤشر لثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية وبالحكومة اللبنانية. وما اليوم ما في دولة وما في حكومة فيها تشتغل لحالها، يعني بده يكون في عندها شبكة تواصل على الساحة الدولية وعلى الساحة المالية كمان العالمية. طبعا نحن ضروري انه نرجع نكسب ثقة المجتمع الدولي، لانه المجتمع الدولي بحاجه نحن لدعمه لحتى نرجع نعمل الاصلاحات. هي هالثقه اليوم مفقوده كثير كثير مفقوده. وهلا في ناس بيقولوا انه نحن بس نعمل هون رح يجي سادر يكبوا لنا مصاري. مش مزبوط، لانه سادر بدها تيجي تاخذ مشروع ورا مشروع وتدرس الجدوى تبع كل مشروع وترجع تدخل باليات التدقيق تبع كل مشروع. نحن هل بدنا اياه كشعب لبناني؟ طبعا نحن بدنا هيدا الشيء. بدنا هالشيء للاسف، لانه نحن صرنا شعب قصر، يعني نحن قاصرين، يعني بالفعل نحن يعني قاصرين، لانه الشهيه عندنا والمزاريب الهدر والفساد كثير، ما في اكثر منا. ونحن صرنا شعب قصر تحت الانتداب، إذا في يسميه مشروع ورا مشروع، هو تحت الانتداب والمراقبة من قبل السلطات الدولية رح تكون، ويمكن يقبلوا بهيدا المشروع ويمكن ما يقبلوا فيه بعد في هيدي. وبعدين عم بيحكوا ب 11 مليار، بس ال 11 مليار يمكن يقبلوا بمليارين منهم وتسعة مليارات يرفضون، يعني ما شيء أكيد إنه 11 مليار منا محسومة، منا محسومة إنه جايين على السوق وبدون ينعشوا السوق. بس مثل ما بتعرفي كل شيء بالاقتصاد كمان جو وثقة. إذا الجو والثقة تأمنت وهن فكروا إنه إذا حكيوا إنه رح ينزلوا العجز رح تتأمن هيدي، أنا برأيي هيدي بتكون بس عم نقدو في المشكل نحن فترة كتير صغيرة. لازم ونحن مندعي الحكومة لحتى تعمل إصلاحات جذرية وإصلاحات بنيوية بالاقتصاد وبالإدارة وبالمالية تبع الدولة وبإدارة الموارد وبإدارة المصاريف. هيدا الشيء ندعي له الدولة، وإذا ما فتنا بهيدي المقاربة هاي عم ناخد حبة بانادول تخدمنا فترة كتير قصيرة. هيدا الخوف تبعنا. هلا لربما كمان الجهد الأكبر قد ينصب على موازنة 2020، طالما أنه يعني ما عاد في وقت كتير بالنسبة لل 2019، والرئيس الحريري طلب من الوزراء أنه 48 ساعة والعودة باقتراحات، يعني قديه هذا الوقت كمان يعني بده يأخر إقرار الموازنة ونحن اليوم يعني بأمس الحاج لأن تقر كمان من أجل أنه ما خلصت بده تحول إلى مجلس النواب؟ طبعا. وبمجلس النواب عم بقول الرئيس بري بده على القليل شهر يعني حتى تقر الموازنة هلأ بشكل فعلي، رحنا لتموز يمكن لبداية تموز أو للنصف الثاني من تموز المقبل. يعني هذا اللي بيخلينا نطرح علامات استفهام كبيرة، ليش التأخير؟ شو الهدف؟ لأنه هلأ مثلا الوزير باسيل قدم ورقة إصلاحات، يمكن بكرة كمان في أي وزير تاني كمان يقدم ورقة جديدة وكل ورقة بدها تناقش. يعني بدها تصير يعني لازم بلش كان لازم بلش بالاقتراحات، لأنه نحن فهمنا أنه كان في تعويل كبير على الحكومة الحالية أنه هي حكومة بتخدم كمان فترة طويلة يعني لنهاية العهد. بقى مفروض أنه هيدا الضغط هيدا اللي كان محطوط اللي عم ينحط اليوم، ونحن منأيد أنه يكون في ضغط لطرح الأمور بعمقة، بس كان مفروض يصير من أول ما تألفت الحكومة كانوا أخدين راحتهم الشباب. تعتقد هيدا الحكومة رح تستمر لنهاية العهد؟ حسب الأداء اللي عم بتشوفه، الصورة اللي عم نشوفها يعني بمجلس الوزراء. خلينا نحكي الأمور بصراحة، طالما أنه اللاعبين الأساسيين متوافقين وعم بيقدروا يديروا إدارة الحصص تبعيتهم بشكل تفاهمي وغير تصادمي،
حتى لو بيوصلوا بالإعلام أوقات لمرحلة تصادم بس بيرجعوا بيلاقوا عم بيرجعوا بيهدئوا الأمور فيها بتضاين. طب هل من اعتراض يعني كحزب كتائب هلأ اعتراض على عدد من بنود هيدي الموازنة أو على بنودها؟ يعني شو موقفكم من الموازنة، موازنة مشروع موازنة 2019 كحزب كتائب؟ بصراحة بعد بدنا نشوفها للموازنة حتى نقدر، بعد ما قدرنا نحصل على، في أفكار يتداول فيها بس بعد ما في شيء فعلي تنقول إنه هيدي هي الموازنة، لأنه نحن شايفين بعد الاجتماعات بدها تستمر وبده يتم طرح اقتراحات واقتراحات مضادة وبعدها مرشحة الموازنة لأن تطول. مشان هيك أول ما تطلع نقدر نبدي الرأي، هلا ما فينا نبدي رأي مسبق على الموضوع. تؤيدون خفض رواتب الوزراء والنواب والسلطات العامة يعني 50% مثل ما انحكى بفترة، وكمان كان في اعتراض عليه هذا البند؟ يعني أنا برأيي هذا يعني برجع بقول بدنا نجمع كمان من القشور، يعني بتعتبر هذا بدنا نجمع ونقيم، يعني هي إعلاميا وإعلانيا خطوة حلوة هيك جذابة انه يبلشوا بحالهم جذابة ولكن بدنا نجي فعليا وندرس الموضوع. صحيح انه في قسم كبير يمكن من النواب او من الوزراء مش عايشين على المعاش اللي بياخدوه من الدولة، هذا شيء بنعرفه، بس في قسم لا حقيقة معاشهم يعني خصوصا انه في منهم النواب استقالوا من اعمالهم اللي كانوا يشتغلوا وقدموا على النيابة. بالضبط، مش هيك انا بقول يعني هيك نعمم منيحة شعبويا بس منا فعليا منا هي مزبوطة. أول شيء لحتى نقدر نشوف بدنا ندرس قديش هولي بيشكلوا على خزينة الدولة. تاني شيء نحنا كان عنا مشروع قانون اقترحته نواب كتلة الكتائب لمعالجة موضوع النواب السابقين ورواتبهم، يعني لتعديل الوضع اللي هو موجود. كمان نحكى بمسألة النواب السابقين، يعني ما هذا راح لا موجود بمجلس النواب لما بينطرح بتشوفوا انه ايه نحن منا مع انه الاستمرار واحد يضل يقبض لحديت ما يموت او ياخد ايام كاملة، بس كمان النائب يلي مثل ما تفضلتي في قسم منهم تركوا اشغالهم وهن مشرعين وعطين وقتهم لهذا الموضوع بحق لهم بفترة سماح إذا في سميتها يرجعوا بعد ما يتركوا النيابة يقدروا يلاقوا شغل تيقدروا يرجعوا يفوتوا بالمجتمع إلى آخره. يعني هذا كان مبدأ الفكرة المشروع اللي طرحوه نواب الكتائب. وبنفس الوقت أنا برجع بقول خلينا ندرس النواب والوزراء إذا خفضنا لهم 50% نواب الوزراء والنواب السابقين والوزراء السابقين هل هالشيء هيدا رح يشكل وفر؟ هو بطبيعة الحال رح يشكل وفر، يعني قديش قيمته؟ وهل نحن بنكون عم نشجع كمان هالنواب والوزراء يطلعوا لمصادر دخل رديفة ولا حقيقة عم نعطيهم المجال كمان انه يكونوا عم بيقبضوا رواتب لائقة فيهم لحتى يقدر يستمروا بمهامهم؟ خصوصا يعني النائب بالذات يعني كتير مطلوب منه، خصوصا يعني نواب المناطق وبالضياع وبالأرياف كتير بيكون في عندهم يعني يساعدوا ويقدموا خدمات. طبيعي. مع أنه هي بالنهاية يعني مش هيدا شغله للنائب، يعني شغلته التشريع، يعني ما نحن بلبنان تعرف يعني عمل النائب كيف بصير. مزبوط. رح نكمل معك بهذا الحوار استاذ نزار نجاريان الامين العام لحزب الكتائب بعد هذا الفاصل، محطة اعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع الامين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان. استاذ نزار، بتحب نخطب موضوع الموازنة؟ في شيء بتحب تضيفه عن الموازنة؟ لا حكينا بعتقد غطينا الموضوع بشكل كافي. انتقل شوي لكن عن هلا مثل شوي امور حزبية لننتظر لنرى تنشوف شو بده يصير بالموضوع. وان شاء الله بيكون شيء خير، يعني شاء الله. لانه عندنا امل يعني ان شاء الله بركب المرحله المقبله. حزب الكتائب اليوم كيف علاقته اليوم مع بقيه الاحزاب اللبنانيه؟ اذا بنحكي بالاول على الصعيد المسيحي مع التيار الوطني الحر، قوات لبنانيه مرده، كيف توصف اليوم هاي العلاقه؟ يعني اليوم نحن يمكن بين الاحزاب المسيحيه اللي سميتيهم الحزب الوحيد اللي هو برات الحكومه. نعم. وبالتالي بنتعاطى مع الكل انه هن شركاء بشكل او باخر بالحكومه،
ونحن عم نراقب أداء الحكومة. نحن بدنا نعرضهم. لا مش بالضرورة يعني هي المعارضة للمعارضة ما بتوصل. لا المعارضة البنائية. إيه معارضة لحتى نحسن الأداء ليش لا؟ في حدا لازم ينتبه ويقول لما بيشوف في شيء غلط لازم يقول لازم يعلي صوته لحتى الأحزاب الثانية ولحتى الشركاء بالحكومة ينتبهوا. لأنه وقت واحد لما بيكون عم بيشتغل بيكون ضجيج العمل هو بغطي على أي شيء تاني. بقى بحاجة لحدا مراقب ونحن طلبنا أو ارتقينا أو وشفنا أنه هذا الدور الأنسب لحزب مثل حزب الكتائب أنه يلعب هيدا الدور وعم نلعبه وراح يضل صوتنا يعني عالي. بتفضلوا كنتوا تكونوا بالمعارضة وتبدوا رأيكم يعني من الخارج من وليس من داخل مجلس الوزراء. بالمرحلة الحاضرة نحن شفنا أنه هيدا الأسلوب الأنسب بدل ما يكون مجلس وزراء نسخة طبق الأصل عن البرلمان خلي يكون نسخة بس مش طبق الأصل مغيرة شوي مش لأنه إذا البرلمان كله موجود مجلس وزراء وصار هو برلمان مصغر ما عاد وين يعني في وين المحاسبة وين المراقبة وين اللي بده يعلي صوته. نحن بالسابق شاركنا بحكومات عديدة بالاخر ارتقينا انه هيدا الاسلوب الافضل بهيدي المرحله هي نكون معارضين. يمكن بالمرحله السابقه كنا معارضين بسقف كتير عالي اليوم نحن معارضين انما عم نضوي ورح نكفي نضوي بس بسقف اخف شوي من الاول بطريقه يعني عم نكون طريقه عم نقول نحن معارضين حتى اذا قالوا مرحبا نقول لهم لا مش معارضه من اجل المعارضه يعني ولا. مش معارضه اجمع المعارضه حسب المشروع حسب البند ومنضوي منضوي ومش عم نزيد ما في عمليه مزايدات في عمليه نضوي بصوت عالي اوقات واذا في ضروره انه نصرخ منصرخ بس ما نضوي على كل المشاكل. وبطبيعة الحال يعني بنظام مثل النظام يعني اللبناني طبيعي يكون في معارضة تضوي وين يعني وين الخطأ وين الصح. بس للأسف هاي المعارضة هلأ شوي هيك خفيفة. إنه عم يجربوا إنه ما يتسلط الضوء عليها. ما يتسلط الضوء عليها ويخفتوا لها صوتها بطريقة أو بأخرى. بس بدلوا ينسى ما ما تعطلوا. أي طريقة. تسلم. كعلاقة مع يعني إن مع الوطن الحر تنقول فينا نصفها بعلاقة عادية أو جيدة مثلا هلأ إذا بدنا نحصرها بين هالكلمتين مع التيار الوطني الحر ما جيدة ما أو عادية ما فيك تسمي هيك توصفي علاقة بكلمة في علاقة مع التيار الوطني الحر في علاقة مع القوات اللبنانية في علاقة مع تيار المردة في علاقة هلأ يمكن مع تيار المردة في علاقة شوي حميمة أو في حرارة بالعلاقة أكثر من يمكن الأطراف الثانية بجوز بمختلف الظروف الأوقات نحن وأحزاب تانية يمكن نتنافس على أرض وحدة صحيح هالشي هيدا بيخلي أنه العلاقة تكون عادية أكثر ما أنه تكون جيدة حميمة نعم وبمناطق تانية يمكن فيها تكون مع أطراف تانية حميمة أكثر طيب مع الجناح الآخر مع مثلا تيار المستقبل تيار المستقبل طبعا مرقت العلاقة مع تيار المستقبل بالمرحلة السابقة بشوية برودة ولكن رجعت الحرارة إلى العلاقة بعد اللقاء والعشاء بين دولة الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب الشيخ سامي جميل واليوم في علاقة طبيعية بيناتنا موجودة ومستمرة مع حزب الله وحركة أمل طبعا علاقة طبيعية في تواصل في حكي خاصة يمكن بالأمور السياسية في تباعد أو ما خصوصا في مع حزب الله يعني في طبعا نحن ما في توافق نحن وحزب الله على الموقف السياسي ولكن نحن بنلتقى نحن وشباب حزب الله وحركة أمل وكل بقية المجموعات السياسية اللبنانية بعدة أشياء خاصة بالساحات النقابية في تعاطي مع كل الأحزاب وبعض الأوقات في تحالفات وتفاهمات ما بالضرورة أنه تترجم بالسياسة ولكن بالأمور النقابية بما فيه هو مصلحة المهن والنقابات نحن عم نتعاون ومستعدين كافي نتعاون
طيب بعد الانتخابات النيابية أستاذ نزار، يعني صرنا نسمع كثير عن إشكالات داخل الحزب، يعني قديش صحتها؟ هل هي صحيحة أم أنه يعني كانت شوي يعني مبالغ فيها يعني هيدي الإشكالات؟ ستنا يعني اليوم بتعرفي أنه الناس بتنبش دايما على الحدث، يعني أنه أوقات بيقولوا بيعملوا من الحبة قبة. نعم نحن حزب في عنا صار في مراجعة داخلية لأمور عديدة، ومثل أي حزب بيعمل تقييم للمرحلة وبيشوف وين أصاب وين أخطأ، وين أصاب بيقدر يعزز هالنقاط القوة تبعه، وين أخطأ بيحاول أنه يعالج. ونحن عملنا هالدور هيدا، نعمل خلوات عديدة للمكتب السياسي الكتائبة من بعد الانتخابات، استخلص العبر، نعمل مؤتمر عام للحزب، وبعتقد يمكن نحن بنفتخر يعني أنه من الأحزاب القليلة بتعمل مؤتمر عام وبيتم انتخاب للمندوبين. والقاعدة عفوا انه حزب يعني بالفعل حزب منظم يعني، ومنتابع منشوف يعني المؤتمر العام يعني بأهمية يعني هذا المؤتمر بالنسبة لحزب الكتائب. نعم، وبالتالي بنستخلص العبر، يعني كمان القاعدة إلى رأي. نحن بالمؤتمر العام أقرينا إصلاحات داخلية مهمة، أقرينا أول شيء طبعا صار في انتخابات لقيادة حزبية جديدة، نعم، من رئيس نواب رئيس وأعضاء للمكتب السياسي، صار في إقرار لنظام عام جديد، صار في إقرار لهيكلية حزبية جديدة. نحن اليوم بطور تطبيق بنود النظام العام الجديد وإقرار خلينا نقول تطبيق الهيكلية الحزبية الجديدة. نحن حزب عم نجدد نفسنا، في عنا امتداد كتير عميق بالتاريخ، عمرنا 82 سنة، واكبنا نشوء لبنان الكبير، واكبنا الاستقلال الأول والاستقلال الثاني، حافظنا على الوجود وعلى قيام الدولة المستقلة بلبنان بمراحل عديدة، والحزب عم بيجدد نفسه. اليوم نحن عنا أفكار وعنا أفكار عديدة بموضوع كيفية نظام انتخابي جديد. هذا كنت أسألك عنه، وللأسف يعني وقتنا انتهى بسرعة على فكرة أستاذ نزار. ما رح طول أكثر. كقانون انتخاب يعني لو دقيقة بدنا ناخذ شوي، يعني شو بكون بالنسبة لقانون الانتخاب؟ هلا يعني عم يرجع ينطرح كتلة التنمية والتحرير تطرح قانون لبنان يعني دائرة واحدة مع نظام نسبي، بناسبكم بناسب حزب الكتائب هيدا القانون؟ نحن بصراحة برأيي ما بينفصل موضوع القانون عن موضوع إعادة النظر بالتركيبة كلها. يعني في موضوع بنيوي، في خلل بنيوي بتركيبة الدولة، لازم أنه نقعد كلنا سوا كقوى سياسية نحكي فيها، ويكون عنا الجرأة أنه نحكي بهذا الموضوع على كل الأصعدة. النظام الانتخابي واحد جزء مكون وأساسي من إعادة صياغة التركيب السياسي، ولا يمكن أنه نفصل هذا الموضوع عن، إذا بدنا نفصل نحن عنا غير رأي. نحن مع أنه النائب يكون قريب من الناس ويكون قريب من الناس، الدائرة الصغرى يعني. نحن مع الدائرة الفردية، نعم. يعني كل دائرة بتنتخب نائب واحد، مثل ما هو معمول بفرنسا، مثل ما هو معمول بإنجلترا، مثل ما هو معمول بكندا، يعني بكل أكيد هلأ بالمرحلة المقبلة لما إذا هيدا هو الموضوع، إذا بدون كل شيء بده يبقى حاله ما نحكي بس قانون انتخاب، نحن مع الدائرة الصغرى مش مع هيدا. إذا لا في نية لطرح الموضوع كله سوى البنيوي بالبلد من أول وجديد، نحن حاضرين وعندنا أفكار عديدة بهذا الاتجاه. طبعا أقلها وأهم بانت فيها هو لا مركزية موسعة، تعطي للمناطق إمكانية أنه تدير شؤونها الذاتية بالمواضيع الإنمائية، ومرتكزة على مبدأ الحياد اللبناني بالنسبة لكل الأوضاع اللي عم بتصير بالمنطقة. يعني أكيد إن شاء الله بيكون في حلقات تانية ونحكي مطولا عن قانون الانتخاب، لأنه قانون الانتخاب تعرف يعني كتير بياخد وقت، صح، بالحديث ما فينا نختصره بدقيقة أو بدقيقتين. وما حكينا كمان تطورات المنطقة كمان بركي بحلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ نزار نجاريان، شكرا لكم أيضا مشاهدينا. نشرة إخبارية بعد قليل، وإلى اللقاء.